أنا أسأل، من يتحمل مسؤوليات حرق الدفاتر الامتحانية في إحدى المدارس بسبع البور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع مستمعيكم ومشاهديكم الكرام. إلى الآن لم تثبت لدينا الجهة الفاعلة لهذه الحادثة بشكل شديد. الإجراءات مستمرة على المستوى التربوي من خلال لجنة تحقيقية شكلت اليوم الصباح الباكر، وكنت أنا مشرف على الموقع ورحت زرته والتقيت باللجنة التحقيقية والإدارة المدرسة والملاكات التدريسية. صارت رؤية لكن لحد الآن لم يثبت لدينا شيء، وكذلك كان تواجد للجهات المعنية من القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها، أخذوا عينات وأخذوا بعض النماذج لعملية الأدلة الجنائية وكذلك التحقيقات الجارية مع كل من كان موجود من الحارس الليلي وكذلك بعض إدارة المدرسة. التحقيقات جارية من كلا الطرفين، إلى الآن ننتظر نتائج التحقيق لكي نبت بالموضوع وتتخذ الإجراءات الأصولية بهذا الموضوع. طيب، بحسب المعلومات أنه هو طالب من المدرسة قام بحرق هذه الدفاتر نتيجة لفشله بأداء الامتحان أو امتعاضه من الأسئلة، يعني أنت تقول لحد الآن لا توجد لديكم معلومات عن من قام بهذه العملية. طيب، من المفترض أنه توجد كاميرات. يعني أنا لا أعرف من صرح بهذا التصريح. مع الأسف الشديد يعني اتهمت طلبة جزافا في بعض يعني الوسائل الإعلامية أو التواصل الاجتماعي. الإجراءات التحقيقية إلى الآن سارية، لم يثبت انه احد الطلبه بالتحديد او انه هم الطلبه بانفسهم قاموا بهذا الفعل. الى الان التحقيقات جاريه وننتظر نتائج التحقيق، لعله بفعل فاعل او لعله بفعل مخرب او لعله هنالك بعض المناكفات. ننتظر نتائج التحقيق لتبرز من هي الجهه الواقفه خلف هذا الحادث اللي هو طبعا حادث مؤسف، لأنه أولا اختراق حرم مدرسي، ثانيا انتهاك حقوق طلبة باعتبار أنه نتائج امتحاناتهم وإلى آخره. طيب سيد سعد، هل تم حرق مثلا أجزاء من الغرفة أم فقط الدفاتر التي حرقت؟ فقط مجموعة من الدفاتر للمراحل الغير منتهية. طيب، للصف الأول والثاني المتوسط، ولكن ليست لكل المواد، مجموعة من المواد. وهنالك إجراءات تقوم بها المديرية بالتعاون مع المديرية العامة للتقييم والامتحانات لمعالجة الحال. طيب، كيف تمكن هذا الشخص من الدخول إلى المدرسة؟ هسه بعيدا عن وظيفته، طالب، معلم، مدير، اي شخص كان، يعني مسؤول امني لنفترض مثلا، كيف استطاع الدخول ليلا وقام بحرق هذه الدفاتر؟ يعني من المفترض انه يعني وجود حرس داخل المدرسه، حرس او حراس ليليين. يعني اذا تبعت اللي قلته يعني قبل قليل انه هنالك تحقيقات مع الحارس الليلي من قبلنا وكذلك من قبل الجهات الامنيه باعتبار هو المعني الاول بالدور بحراسه المدرسه والتواجد وكذلك متابعه لما يحدث داخل المدرسه. فنحن لا نريد ان نفضح ولا نريد ان نتحدث عن نتائج التحقيق لعله يؤثر سلبا، لكن ننتظر ونتابع بشده نتائج التحقيق على المستوى التربوي وكذلك على المستوى الامني من أجل الوصول إلى النتائج الحقيقية والفاعل الحقيقي لهذا الحدث. طيب، هل تم مناقشة أنه كيف سيتم تعويض الطلبة الذين حرقت دفاترهم؟ من حيث المبدأ تم التواصل مع المديرية العامة لتقويم الامتحانات، وهم ينتظرون بدورهم نتائج التحقيق والتوصيات التي ستصدر من المديرية وسيتم التداول بها مع المديرية العامة لتقويم الامتحانات، وكذلك ترفع إلى معالي الوزير ليتم المصادقة عليها للبت وكذلك لبدء العمل بها.
طيب استثمر وجودك معنا ايضا اسالك في موضوع ايضا مرتبط هو كله بوزاره التربيه والتعليم في العراق. يعني وزير التربيه يطالب القضاء والاجهزه الامنيه بتفعيل قانون حمايه المعلم. من المسؤول عن تطبيق هذا القانون؟ هذا القانون موجود لكن من المسؤول عن تطبيقه فعليا حتى يتم منع الاعتداء المتكرر على الملاكات التدريسيه؟ يعني هو يعني المسؤول الاول عن ذلك القضاء باعتبار انه هذه الاعتداءات تحدث من خارج المدرسه ومن جهات مختلفه، مره تصير عشائريه، مره تصير شخصيه، مره يصير اعتداءات من ولي امر، مره يصير اعتداءات من اشخاص يعني هم منتسبون الى العمليه التعليميه، ولذلك القضاء هو من يبت بذلك، وهنالك قوانين وضوابط وضعها قانون حمايه المعلم على يعني الجهات القضائيه تاخذ هذا الدور وتفعل قانون حمايه المعلم من اجل صيانه والحفاظ على هذا يعني المكانه القدسيه لاخواننا واساتذتنا الكرام، ويعني الرجوع الى مكانه المعلم ودوره التربوي والرسالي في انجاح العمليه التربويه والتعليميه في نفس الوقت. انضم معنا مدير عام تربية بغداد الكرخ الثالثة السيد سعد الرباعي، شكرا انضمامك معنا.